أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام وحياة. احنا بندرس مع بعض سلوك التلميذ، والنهاردة هناخد واحدة من التطويبات اللي هي التطويبة الثالثة. ايه معنى كلمة طوبة؟ يا فرح، يا سعادة، يا بركة. وبندرس علاقة التطويبات بالتلمذة. نقرأ من متى 5: ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه فعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. النهاردة هنركز على طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. مهمة جدا هذه العبارة لحياة التلميذ. إذا فهمناها هنفهم ليه بنمر بحالات اكتئاب روحي، هنفهم كيف أرضي الله وإزاي أعيش على الأرض تلميذ يعيش حياة سعيدة. دكتور كينيث بيلي لاهوتي أمريكي، عاش في الشرق الأوسط 40 سنة، وكان أستاذ في كليات لاهوت في مصر وفي لبنان. لما عاش في صعيد مصر قام برحلة مع أصدقائه لأعماق الصحراء واستعملوا جمال. كان حر شديد وصل لـ50 درجة مئوية، يعني 122 فهرنهايت، وبدأت قربة المية اللي معاهم تنتهي. وأكد ليهم المرشد والحراس إنهم رايحين لبئر شيطون وهي لا تجف إطلاقا. بيقول كينيث بيلي: جف فمي تماما ولم أستطع تناول الطعام، وضعف بصري وساورني القلق والخوف. إذا وجدنا البئر الجافة سينهب حراسنا المسلحون أمتعتنا ويفرون عائدين على الجمال ويتركونا للهلاك. بدأت أترنح مغشيا علي، واتجه فكري إلى هذه الآية: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. وأدركت أني لم أطلب البر بنفس العزيمة التي أطلب بها الماء. استخدم الرب يسوع البيئة المحيطة في تعليمه بطريقة عبقرية وتحدي رائع. خلينا نشوف بعض النقط اللي نقدر نتعلمها من الجزء. نمرة 1: الجوع والعطش إلى البر. هو أن أبحث وأناضل لحد ما أحصل على البر. لكن في فوارق كبيرة بين البحث عن السعادة والبحث عن البر. لاحظ أن يسوع ما بيقولش طوبى للباحثين عن السعادة، مع أن السعادة شيء كويس رائع، لكنه بيقول أن السعادة بتأتي تلقائيا إلى الباحثين عن البر، يعني الجوعانين والعطشة إلى البر. المفروض أننا لا نجوع ونعطش إلى السعادة، لكن إلى البر. للأسف أغلب الناس بتبحث عن السعادة. المفروض أن رغباتنا تكون موجهة إلى البحث عن البر، ولما نجوع ونعطش إلى البر هتأتي السعادة تلقائيا. وكل ما كان بحثنا عن السعادة كل ما خابت أملنا، بينما لو إحنا خلينا هدفنا البر هيأتي معاه السعادة. أغلب الناس بتجري وراء السعادة، عايزين المال، بيفتكروا ان مع كثرة المال هتأتي السعادة. احيانا بنقحم اولادنا انهم يدخلوا كليات وينالوا تعليم بعيد عن مواهبهم وقدراتهم، بس عشان العمل او التعليم هيخليهم اغنياء. المبدأ اساسا هو مبدأ خاطئ، لان لا يوجد انسان يستطيع انه يشتري السعادة بامواله. لو هذا المبدأ صحيح إنه كل واحد يقدر يشتري السعادة بأمواله كان كل الأغنياء في العالم سعداء. لو حاولنا إن اختيار العمل على أساس المال كان أسعد الناس يبقوا الأطباء والمحامين والممثلين، لكن أحيانا للأسف الشديد بنلاقي العكس. أحيانا أتعس الناس هم اللي عندهم تعليم أو العالي أو اللي عندهم أغنياء أموال أو المشهورين، حتى المسيحيين. باريس جاكسون تبقى بنت المغني المشهور مايكل جاكسون، كان مغني مشهور جدا
دلوقتي هي عمرها 22 سنة، عندها الملايين اللي ورثتها عن أبوها، بيقولوا أنها تتمتع بجمال طبيعي يفوق الحدود، مشهورة جدا لدرجة أنها ما تقدرش تنزل تمشي في الشارع زي وزيك كده، أي قناة تلفزيونية أو أي جريدة أو مجلة تتمنى أنها تجري معاها حديث ولو لمدة دقائق. في يونيو سنة 2013 كان عندها 15 سنة، حاولت الانتحار واتنقلت إلى المستشفى وعالجوها. ليه تحاول شابة غنية جميلة مشهورة الانتحار؟ الإجابة: البحث عن السعادة من خلال الغنى والشهرة والجمال مش هيديلك اكتفاء، لكن البحث عن البر، النجوع ونعطش إلى البر، هو سبب السعادة. السعادة مش شيء احنا نجري وراه، إنما نتيجة تحصل عليها لما تبحث عن البر. المأساة هي إن إذا وضعنا السعادة مكان البر وجرينا وراها، لن نحصل على البر ولن نحصل على السعادة. تاني نقطة، معنى البر. أول معنى: رغبة في التحرر من الخطية. الخطية بتفصلنا عن الله، لكن لما نتحرر من الخطية، يعني لما نكون عندنا رغبة في علاقة صحيحة مع الله، هو ذا البر، وده اللي يخليني أعرف الله نفسه. إذن البر المعنى الأول هو التحرر من الخطية، فعلاقتي تكون علاقة صحيحة مع الله، تنزع ما يفصلني عن الله. اللي بيجوع ويعطش إلى البر هو اللي بيرى أن الخطية أو العصيان هو سبب فصل الإنسان عن الله. آدم وحواء اتخلقوا بارين أمام الله، لكن الخطية تسببت في فصل هذه العلاقة. تاني معنى: براءة أمام الله. إيه معنى البر؟ المعنى التاني ده أن تكون بار هو أن يعلن الله براءتك، مش لسبب أنك أنت ما عملتش خطأ، لكن بسبب دم المسيح اللي دفع ثمن هذه البراءة، وتعيش حياة بدون خوف، لأنه هو اللي هيعطيك البر مجانا. هقرأ لكم رومية 3 بيقول إيه: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ثالث معنى البر هو رد فعل البراءة. ثالث معنى مهم قوي: بالرغم من ذنبك بيصدر الله حكمه بالبراءة. إيه رد فعلك لهذه البراءة المجانية؟ هو إنك تكون عادل وتعطي براءة لمن أذنب في حقك، يعني تغفر. جزء من العدل هو إنك أنت ترحم الناس الآخرين، تشفق على الفقير، تسند الضعيف، تدافع عن المظلوم. أيوب كان رجل بار، ولما هوجم من أصدقائه دافع عن نفسه إنه كان عين للأعمى، رجل للأعرج، أب للفقير واليتيم. لاحظ البدر والعدل والرحمة دايما متلازمين في الكتاب. هقرأ لك من أيوب: لبست البر فكساني، كجبة وعمامة كان عدلي، كنت عيونا للعمي وأرجلا للعرج، أب أنا للفقراء ودعوة لم أعرفها فحصت عنها. العلاقة بين أن تعدل ما جابوا الزمن على الفقير، وبين أنك أنت تكون عادل. ميخا 6:8 بيقول: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح، أي ما هو بر، وماذا يطلبه منك الرب إلا أن تصنع الحق، العدل، وتحب الرحمة، وتسلك متواضعا مع إلهك. البر هو فعل ما هو صالح أمام الرب، خاصة الدفاع عن المظلوم. مارتن لوثر كينج زعيم الحركة السيفل رايتس موفمنت في أمريكا بيقول: There comes a time when silence is betrayal. يعني إيه؟ بيأتي وقت يصبح فيه الصمت خيانة. وأنا أحب أضيف على قول مارتن لوثر كينج: هذا الوقت عندما أرى الظلم وأسكت.
تالت نقطة نتعلمها، الله هو البادئ والمشبع. متى 5 برضو، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. لاحظ كلمة يشبعون، ضم على الياء وفتح على الب، ده تشكيل مهم قوي. التلميذ لا يشبع من نفسه، الله هو الذي يشبعه. يشبعون، عملية الجوع والعطش إلى البر عملية صعبة وبتحتاج لقوة غير عادية، لكن اللي بيريحنا هو إن الله هو البادئ. الروح القدس بيبدأ بقوته العظيمة في قلبك، وصحيح إن لابد إنك أنت تجوع وتعطش للبر، لكن الله هو البادئ بإنه يضع في قلبك اشتياق للبر. أفسس 2، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. الله بيسبق ويعد بذرة صالحة فيك، فأنت تشتاق للبر، يحثك بروح القدوس فتجوع وتعطش إلى البر. فيليب 2 برضو، لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسر. في نفس الوقت محدش يقدر أن ينزعك من إيد يسوع، لأنه هو البادئ وهو أيضا الحافظ، هو اللي بيمسك خرافه ولا يستطيع أحد أن ينزعك منه. اتكلم يسوع مع المرأة السامرية عن الماء اللي بيعطيه أنه بيختلف فما يخليكش أنت عطشان أبدا. في يوحنا 4 بيقول، لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا. كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. هو اللي بيديلك هذا الماء، لكن لابد أنك أنت تكون عطشان إلى البر عشان يديك المية دي. لما ترك الابن الضال بيت أبوه ظن أنه هيجد شبع، أراد حياة، وكانت الحياة بالنسبة له هي الفلوس والملابس والطعام والسعادة، لكنه وجد فقر ووحدة وجوع وتعاسة. لما جاع كان بيشتهي أن يأكل من أكل الخنازير. عند النقطة دي لما رجع إلى نفسه وعاد إلى أبيه، في بيت أبوه لقى كل الشبع وكل ما كان يشتهيه، وجد الطعام بوفرة وغنى، وجد ملابس، وجد ترحاب، وجد الصحبة، وجد فرح برجوعه. نتيجة الرجوع سعادة. وانت قد تجري وراء السعادة اللي بيجري وراها كتير ناس كتير. ستظل في رحلة بحثك تصارع حاجتين مهمين، نمرة 1 بحث عن السعادة، 2 عمل جاد وأحلام رائعة لبناء مستقبلك. الصراع لابد أن يكون في اتزان بين الجري وراء المكسب المادي والسعي الجاد لعمل لي معنى. مجموعة بتسمى معلمي كلمة الإيمان، Teachers of Word of Faith، بيقولوا إيه؟ لا تقل كلمة سلبية، لا تبدأ يومك بأن تقول أنك حزين ولا سمين، قل لنفسك أنا سعيد أنا نحيف. هذه الكلمات لها سحر التغيير، التشاؤم هو سبب المشاكل. أنا في رأيي أن هذا ضلال، لأن يسوع بيقول لك طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. إن ما كنتش هتشعر بالجوع والعطش إلى البر لن تناله، لأنك لا تشعر بالاحتياج. هل أنت جوعان وعطشان إلى البر؟ اسأل الله وهو هيعطيك. ما تبحثش عن السعادة لكن ابحث عن البر. هل أنت فاهم معنى البر؟ هو اللي هيعطيك أنك أنت تفهم وتمارس البر. هيجي يسوع ليك، هيعيش فيك، هيخلق فيك جوع وعطش إلى البر، هيساعدك أنك تكره الخطية، هيظهر ليك براءتك أمام الله، وهيعطيك أنك أنت تعكس هذه البراءة بأنك تنظر للناس نظرة شفقة ورحمة.
ترحمهم وتصنع عدل. الله يبدأ فيك هذا الجوع والعطش، وبعدين يستمر بأنه يوقظ فيك كل يوم الجوع والعطش إلى البر، وساعتها هتكون أعظم من منتصر. شكرا، ونتقابل في الحلقة الجاية من برنامج كلام وحياة.